بيتكلم عن اليوسف افندي او عن يوسف افندي، بس احنا دايما متعودين نقول عليه يوسف افندي، فانا هكلمكم شويه معلومات بسيطه جدا عن اليوسف افندي. اول حاجه، اليوسف افندي طعمه لذيذ جدا وكلنا بنحبه وبنحب ناكله. في قليل مننا بيحب يشربه عصير، لكن مش كلنا بنعرف نعمله عصير ومش كلنا بنحب نشربه عصير، لكن اليوسف افندي له فوائد صحيه كتير جدا جدا جدا، زي انه بيعالج نزلات البرد والانفلونزا والفيروسات اللي بنتعرض ليها في الشتاء، علشان اليوسف افندي طبعا فاكهه شتويه. بس بيعالج نزلات البرد والفيروسات؟ لا، الاستفندي له فوائد كتير جدا جدا، زي انه بيحتوي على عناصر مهمه بتفيدنا للجسم وبتساعدنا في اننا نكبر وننمو بشكل صحي، زي انه بيزود الجسم بالحديد. كمان الاستفندي بيعالج مشاكل البشره زي البثور والحبوب والبقع اللي بتظهر على البشره، عن طريق حاجتين: اما ان احنا بناكل استفندي كتير ومتعودين ان احنا ناكله بشكل يومي في الموسم بتاعه، واما ان احنا بنحطه على بشرتنا عن طريق ماسكات او بنخلطه مع حاجات تانية علشان يحافظ على بشرتنا ويخلي بشرتنا نضرة وجميلة وشكلها حلو. كمان الاستفندي بيزود المناعة، بيزود المناعة جدا عند الأطفال وكمان عند الكبار، علشان العناصر الغذائية اللي بيحتوي عليها الاستفندي اللي احنا جسمنا دايما محتاج ليها. كمان الاستفندي بيعالج الحروق اللي ممكن تتعرض ليها البشرة، برضو عن طريق اننا بناكل الاستفندي كتير او عن طريق ان احنا بنخلطه مع ماسكات علشان يعالج البشرة او يعالج البقع اللي هي بتسيب اثر بعد الحروق.